انتشر مقطع فيديو بشكل واسع في منصات التواصل الاجتماعي لسائق ستوتة يتجول في شارع الأطباء في الناصرية وهو يحمل سماعات خارجية وسماعة يناشد فيها. برأيكم على شنو يناشد هذا أبو الستوتة؟ الكل رح يتفق وياي بهذا الموضوع أو هذه المناشدة، وإحنا كان لازم كل مرة نتكلم بهذا الموضوع ونتكلم عن جشع الأطباء. كان يناشد عن مراعاة المواطنين بسبب الغلاء الكبير بأسعار الأدوية في الصيدليات وأسعار التحاليل المرضية في المختبرات التي تتجاوز المعقول وسط غياب دور النقابات والرقابة الصحية وعدم وجود قانون يفرض تسعير الأدوية والتحليلات مما يثقل كاهل المواطن. المهم نشوف أبو الستوتة شنو اللي سوى ومن بعدها لنا كلام. احكي يا يمه اقف هاي يمه قولي نص التلفون قولي يمه شعديت غالي شغالي الله اكبر اسمع هاي العجوز بويه والكم خوف الله هاي العجوز تقول غالي طيب غالي والله الباص يا الدكتور غالي طيب غالي والله الباص يا الدكتور غالي قالت وشلت احوالي من صيدلية صيدلية شلت احوالي طيب لو بالي والله نقابة الصياد والله لو بالي طيب شي يسوي فيا روح للمختبر شو سوي بي طيب هدوم علي يبيعني ترى هدوم علي يا ابويا المشتكى لله نقابة الصياد لباقت له. هذا اللي شفناه كلماته و بيعوني هدوم العلية ونقابة الصيادلة وهو ديناشد وأكيد أغلب العراقيين اللي ديناشدون. إذا نريد نتكلم قبل ما راح نحكي بالوضع الاقتصادي اللي نمر بيه، إذا نريد نتكلم إذا نروح للمستشفى، أقصد هنا مستشفى حكومي، فحتى إذا إحنا سليمين راح نطلع من عندها مرضى. وإذا نريد نحكي على المستشفيات الحكومية، فإذا نريد نحشي على نقص الأدوية، لو نحشي على الإهمال، لو نحشي على النفايات اللي موجودة، لو نحشي على شنو بالضبط، على شنو نحشي إحنا بمستشفيات الحكومية. من ينطيك راشيت الطبيب يقول لك روح اشتري العلاج من برا، زين ما هي مستشفى حكومية، أنا جاي لمستشفى أخذ علاجي من المستشفى، لو أروح أشتريها من برا على حسابي الخاص، وبذاك الحساب كان يصير الحساب حساب الأدوية أقصد. في ظل إحنا دنعيش في وضع اقتصادي مأساوي، المعلقون ناشد والجهات المعنية بإيجاد حل جدي لارتفاع أسعار الكشفيات عند الأطباء وكذلك الأسعار الخيالية في الصيادلة أو في الصيدليات والمختبرات. هي حكاية بسيطة، لكل طبيب يشوفني، لكل صيدلي يشوفني، لكل أبو مختبر يشوفني، هي حكاية وخلوها هنا. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ناخذ تعليقات. فكانت أولى التعليقات بالفيسبوك أغلب الأطباء أمامهم الجشع، أمامهم الجشع، ينظرون للمريض نظرة مادية وتحس أنه هو بين مؤامرة ما بين الصيدلاني وطبيب الأشعة والمختبر إلى آخره، دون مراعاة لبعض الحالات الصعبة اللي يمر بها المريض. هذا الموضوع مهم بصراحة، وجعني وجع كثير من المشاهدين. مرات واحد فقير أو على قد حاله يروح، ليش يروح لمستشفى حكومية غير حتى يعالج نفسه؟ لو عنده فلوس كان يروح على طبيب أخصائي، يروح على مستشفى أهلية ويقومون بعلاجه بفلوسه، لكن لم يملك الفلوس. شوف تعليق آخر.
فكانت تعليق الثاني إيه والله غالي وكلها تجار برأس المرضى، الله يساعد ويعين اللي عنده مريض بس الله يعلم بحاله، الله يكون بعون كل مريض والله يشافي كل مريض يا رب. نتمنى الصحة والسلامة لمرضانا يا رب.